السلام عليكم عزيزي الطالب. استكمالا للمحاضرة السابقة المتعلقة بالديزاين اوف رينفورس كونتينوس بيم، تصميم العتبات الخرسانية المسلحة، سنعطي في هذه المحاضرة مثال تصميمي عن تصميم العتبات الخرسانية المسلحة. في هذا المثال لدينا عتبة مستمرة كما تلاحظوها أمامكم، تتكون من 3 فضاءات، كل فضاء الصافي له الاسبان 6 متر ب5 متر 6 متر طبعا، ومتناظرة وعليها distributed load مقدارة WU. والمطلوب المعطيات في هذا المثال أن مساحة المقطع اللي يجب علينا أن نستخدمه 300 × 500 ملم، والكفر للكونكريت 40 ملم، البار دايمتر اللي سنستخدمه عند التسليح 25 ملم، والستيرب دايمتر 10 ملم، والكومبرسيف سترينث للخرسانة 30 ميجا باسكال، والتنسايل سترينث للستيل المستخدم 414 ميجا باسكال. ديد لود لهذه العتبة 64 كيلو نيوتن بالمتر، واللايف لود 36 كيلو نيوتن بالمتر. المطلوب ديتيرمين نيجاتيف ستيل رينفورسمنت ات بوينت سي. المطلوب هو إيجاد التسليح للنقطة سي اللي هو فوق السبورت كما نلاحظ بالشكل هنا في هذه النقطة. المطلوب إيجاد مقدار التسليح، طبعا هنا التسليح صار في الأعلى لأن البندنج مومنت هو نيجاتيف قرب السبورت، لذلك المطلوب أن يكون التسليح هنا في أعلى عتبة. الحل لهذا المثال، طبعا نحن نفضل استخدام الـ ACI code coefficient لسهولتها. أول مرة نشيك هل ممكن استخدام الـ ACI code coefficient لهذه العتبة المستمرة. إذا الخطوة الأولى check ACI limitation. اللود أول تحديد أن اللود يجب أن يكون يونيفورم، وهو فعلا يونيفورم. البيم بريزماتيك، طبعا بريزماتيك لأنه المقطع ثابت و300 في 500 ملم. اللايف لود لازم أقل من 3 ديد لود، وهو فعلا اللايف لود 36 أقل من 3 في 64. إذن أوكي، هاي الخطوة الأخرى. و السبانز الكلير سبان المتجاورة يجب أن لا تختلف بمقدار 20% عن بعضها كحد أعلى. إذا أخذت السبان 6، الفرق عن 5 هو 1/5، 20% يطلع 20%، 20% هو ضمن الحدود اللي نستخدم بها الـ ACI. إذا ممكن نستخدم الـ ACI code coefficient، وتلاحظوها هنا 1/16، هنا نيجاتيف في هذه النقطة. كون العتبة بيلت مونوليثيك مع السبورت كما تلاحظوها 1/16، هنا البوزيتيف 1/14. طبعا المومنت هو ام يو سي، هذه الثوابت الكوفيشنت مضروبة في ال دبليو يو ال سكوير ال ان ال سكوير، طبعا هنا ال ان سكوير تعطينا المومنت في كل مكان موجود به الكوفيشنت. اذا الخطوة اللي يجب علينا ان نجدها WU كما تلاحظوا اللي يدخل في ضمن المومنت، WU هو 1.2 dead زائد 1.6 live، 134 يطلع، الديد هو 64 واللايف 36 مثل ما تلاحظوا، ومجموعة 134.4. و طالما أن المومنت المطلوب هو فوق السبورت
بين وجهي العمود وجه سي والوجه دي. اذا ناخذ الافريج سبان بين التو سبان المتجاوره، اذا السبان سيكون 5 زائد 6 على 2 5.5. لو كان مطلوب المومنت هنا لاخذنا السبان 6، ولكن طالما بالسبورت المتجاور مع السبان الاخر ناخذ ال ان افريج، وبذلك يصبح الام يو يساوي دبليو يو ال ان اي افريج تربيع مقسومه على 10، لان المطلوب في النقطه سي والكوفيشنت ناقص 1 على 10. بالتعويض 134.4 5.5 تربيع، هذا هو ال average span مقسوم على 10 يطلع 343 كيلو نيوتن متر المومنت وجدنا بالخطوة السابقة المومنت التصميمي اللي هو مقداره 334 كيلو نيوتن متر. الآن نشيك الدبث باي اي سي اي تيبل اللي ذكرناه بالمحاضره السابقه للاند سبان اند كونتينوس سبان، وان اند كونتينوس سبان. طبعا الرجوع الى التيبل اللي شرحناه بالمحاضره السابقه لل وان اند كونتينوس سيكون العمق يساوي السبان مقسوم على 18.5، و الاسبان هو 6 في 1000 تتحول الى مليمات، ويصبح اقل عمق لهذه العتبه 324. طبعا احنا افترضنا 500، اذا اوكي فرضنا كان لعمق العتبه الكلي. نطلع الافكتيف ديبث اللي يساوي العمق الكلي، نطرح منه الكفر، نطرح منه التاي دايمتر الستير اب دايمتر، نطرح منه نصف البار دايمتر الرئيسي 25 على 2 يطلع 437.5. هذا يمثل الإفكتيف ديبث للمقطع. الآن كيفية استخراج الستيل رينفورسمنت المطلوب بالسؤال. طبعا هاي المعادلة اللي تلاحظوها أمامكم درسناها سابقا، وهي 1 على M، 1 ناقص 1 ناقص 2 M في RU على FY تحت الجذر. الـ M يمثل FY على 0.85 F sub C prime ويساوي 414 FY 0.85 ثابت، و30 هو الـ F sub C prime plus 16.24. RU يساوي العزم التصميمي اللي استخرجناه مقسوم على 5 BD سكوير. عزم التصميمي 343 في 10 قوة 6 حولناه إلى نيوتن مليمتر حتى تتجانس الوحدات، لأنه هذه الوحدات هي كيلو نيوتن متر، وهي كلش مهمة بالحسابات، مقسومة على الـ 5.9 في الـ B 300، والدي اللي استخرجناه هنا 437.5 تربيع يطلع 6.64. نعوض الـ RM و الـ RU والـ M في هذه المعادلة، يصبح 1 على 16.24، 1 ناقص تحت الجذر 1 ناقص 2 M M في RU على FY. كما تلاحظوها يطلع الرو المطلوب لهذه المنطقة، أي ستير ريشيو المطلوبة 0.089. هذه الرو يجب أن ندققها، هل هي أقل من المينيمم أكبر من الماكسيمم؟ إذا كانت تقع بين المينيمم والماكسيمم فهذه هي تكون المطلوبة لهذا المقطع. إذا حتى نشيكها علينا أن نجد الرو مينيمم اللي هي بالنسبة للبيم 1.4 على FY 1.4 على FY 414 ويساوي 0.00338. هذه أقل كمية تسليح في العتبة، طبعا هي فعلا اقل من اللي استخرجناها، فاذا اوكي الرو ماكسيمم. ايضا هذه العلاقه احنا دارسيها سابقا اللي هي 3 ارباع رو ماكسيمم 0.75 رو ماكسيمم 0.85 في 0.85 اف سب سي برايم على اف واي في 600 مقسومه على 600 زائد اف واي بتعويض الاف واي والاف سب سي برايم للرو ماكسيمم
في هذه المعادلة نستخرج أن الـ Rho maximum point 0232 هذا هو أقصى حد لتسليح العتبة، وهذا الأقصى حد هو أكبر من ما استخرجناه من هذه العلاقة. إذن اللي استخرجناه هو جيد، أوكي، ما يتعارض مع شرط الرو ماكسيموم. إذن الرو مالتنا تقع هي تكون أكبر من الرو مينيمم وهي أقل من الرو ماكسيموم. إذن الآن نستخرج كمية الحديد المطلوبة الـ AS اللي هي تساوي رو بي دي. الرو استخرجناها، البي هو 300 والدي 437.5، يطلع التسليح الكلي المطلوب لهذا المقطع 2480.6 ملم مربع. عدد البارات اللي مطلوبة سيكون المساحة الكلية مقسومة على مساحة البار الواحد، فيطلع 5.05 بما أنه أكثر من 5، إذا نستخدم 6 نكمله 6 فاي 25، نضعه في أعلى الرافدة باعتبار أن المومنت نيجاتيف في هذا المقطع.